السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معي في فيديو جديد على قناتكم الخياطة عفير الفاسية. اليوم جبت لكم واحد تكميلة ديال القفطان اللي كنت شاركت معكم الخدمة ديالو. بالنسبة هذا القفطان اللي كانت تخدم بالأحجار الكريمة والبيبي والعقيق المعرس، بزاف ديال الحويجات اللي تخدموا به. الى بغيتوا تشوفوا كيفاش تخدموا الموديل ديالو كيفاش طلع، ترجعوا القناه الفيديوهات اللي قبل غتلقاو فيها هاد الفيديوهات. اليوم عاد جات الوقت غادي نوريكم كيفاش خدمت المضمه ديالو. اول حاجه خديت مضمه ديال الجلد هكا مخدومه بالصم، اللي هو كارتي بحالو بحال القفطان. كي كتشوفوا هنايا شديته قسمته على النص، يعني باش نعرف راسي الخدمه خصها تجي في النص ضروري. صافي علمتها بالقلم، ودابا غادي نخدم بالاحجار اللي غادي نوريكم. اول حاجه خدمت هي بهذا البروش، هذا البروش هذا كيتشرى في اشكال وانواع بزاف. كذلك خدمنا بهذا الاحجار ديال شواغوفسكي اللي فيها اللوزه، فيها السانطير، فيها النافيت، بزاف ديال الحويجات اللي فيها. اليوم جيت نشارك معكم الطريقه باش تثبتوا هاد الاحجار على المضمه بطريقه اللي هي اللي كتبقى شاده مزيان وديال الدواء، مش حاجه مزيانه كتخدم. وكذلك تشوفوا كيفاش كترصع بلاكول بواحد جماليه زوينه. صافي هادو هما الاحجار اللي وريتكم غنخدم بهم، ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش نوريكم الرشمه كيفاش غنطلعها. اول حاجه قبل ما كنخدم على المضمه تنحاول انني ندير الموتيف على الورقه كيفاش غادي يطلع ليا قبل ما انني نقبط ونلصق نيشان، وما يعجبنيش الديكور ولا شي حاجه وتخسر لي المضمه والشكل ديالها ما يجيش واضح. كي كتشوفوا هذا المثلث زوين ديال شواغوفسكي، غزال بزاف، فيه الابي ديال الالوان اللي تخدموا على القفطان، فيه النافيت، فيه اللوزه، فيه السانتر كي كتشوفوا. وخدمت الميم كولور اللي مخدومين بهم القفطان، اللي هو الفيغ رويال والسومون والذهبي. المهم هادو هما اللوينات اللي تخدموا، والعسلي كذلك. بالنسبه لهاد البغوش هادي راه خديتها شوكه كتخدم، كاينين اثمنه كتبدا من 15 درهم اقل حاجه حتى تتوصل حتى ل 100 درهم البغوش. وخدمت بهذاك الكولا ديال بي 7000، خدموا بالبي 7000. بالنسبه للبروش حيت له داك شوكه دغيا كتهرس، هي كتبقاي تديها وتجيبيها كتطرطق ليها داك المشد ديالها، الحديدات اللي هما لاصقين تما. علاش حيدتها؟ لان خصني من قبطه بالكولا تكون ثابته، ما تكونش كتلعب البروش، ما يكونش كيلعب. صافي كانت شفتو بسهوله كتعيدي بيديكم، ولا كان عندكم شي بانس دغيا. صافي هي هذه كتبقى ديك الحديده الوسطيه ما كتاثرش. المهم انتم شفتو تكي ثابته. هذا ما كان اول حاجه غادي نديرو كي قلت لكم انني غادي ندير الموتيف هكا على الورقه كيفاش يطلع لي، نشكلو بالطريقه اللي بغيت على حسب الاحجار اللي عندي والمسافه اللي بغيتها كذلك. بالنسبه للكول اللي تخدموا ضروري تخدموا بي 7000 باش تشد لكم مزيان. كاينه الاو، كاينه الاي، نتوما خدموا بالبي 7000. ومازال عندي نحط لكم فيديو باش تشوفوا الاوريجينال ديالها من الميتاسيون، حيت حتى بي 7000 راه فيها الميتاسيون الاوريجينال اللي مزيانه هي الاوريجينال. خصني نوريكم باش تعرفوا الفرق بيناتهم. صافي كي كتشوفوا هكا غادي ندير الموتيف ديالي ان شاء الله كي شفتو هكا شكلته. ودابا مباشره غادي ندوز باش نخدم على المضمه ديالي مباشره. وهنا الخطا ما خصوش يوقع نهائيا لان الكولا نخدمو بها. صافي فداك النصف مباشره تما خصي كل البروش ديالي محطوط، ما خصناش نديروه عوج باش ملي كنحزمو بالمضمه كيجينا المشد اللور والقدام تيكون عندنا الزواق. صافي هكا خصني نحطها مقاده كي شفتو جاتني على المضمه نيشان. غادي نلصقها اول حاجه بالكولا مزيان، ما تشطروش في الكولا، عمرو مزيان باش هكذا تطمنوا انها غتبقى قابطه لكم مزيان. وحاولوا الكولا ما تكونش عندكم بارده، وتزربوا شي شويه باش ما تنشف لكم شويه في يديكم، لان غادي ندوروها على داك السيركل كامل، ما خصوش نتعطلوا باش ما تقصحش لينا وما تشدش لينا مزيان. صافي كتعمري مزيان وكتحطيها، وقبل ما تحطيها تشدي لها البلاصه مزيان باش ملي تحطيها ما تزعزعاش والكولا تخرج لكم كذلك وتمسح لكم الكولا. كي شفتوا انا حطيتها وغنبرك عليها ضروري باش تشد
مزيان ونخليها حتى تشد راسها مزيان، عاد نخدم على الحجر اللي غيكون في الجوانب ديالها، باش نكون كنحط في جوانبها الحجر وندفعو ما تزعزعش من بلاصتها. كي شفتوها هي تبتات ليا من دغيا دغيا كتنشف، ميم با واحد جوج دقائق تتكون نشفات مزيان. صافي دابا ندوز للتشكيله ديال الاحجار كما وريتكم في الورقه، هكاك غنرصعها على المضمه ديالي، غنبقى حجيره بحجيره نخدمو. اما تخدمو بصبعكم كما كتشوفوا بصبيعاتكم هكا وتحطوا مزيان، اما تخدمو داك المقبض ديال اللي مختص بالاحجار. صافي داك كنعيطو من الملقط. صافي بقاو تحطوا بواحد الشكل اللي هو يكون قاد نوبه الاول، ماشي تحطوا عاد بقاي دفعي. صافي تحطي مزيان وتضغطي، ضروري تضغطي على الحجره باش تشد، ما يكونش داك الهواء بينها وبين المضمه، داك الكولا ما يكونش فيها الهواء، الا داك الهواء ملي كيكون كينشف عليه دغيا كتقدر تطير. ولكن مع صراحه مع هاد الكولا هادي صعيبه باش تطير، ولكن احسن واحد هو يخدم حاجه متقونه النوبه الاولى، احسن له 100 مرة انه يخدم واحد الحاجه يضيع فيها الوقت وفي الاخر تخسر له. وكذلك اللي كتخدم الناس ما تخيبش وجهك مع الكليان. صافي كتشوفوا كنعمر مزيان، وحجيره بحجيره غنبقى نحطها كما كتلاحظوا. وانا كنخدم بغيت نقول لكم واحد المساله، انا مره مره كنقدر نتعطر شويه في تنزيل فيديوهات، ماشي حيت ما كتناسى ولا شي حاجه، لا عندي عرفتي شلا خدمات مصوره ليكم، شلا قفاط مصوبين، شلا الباليس مصوباهم، شلا طرز وتنبات وفرنطه ما شاء الله، يعني من كل فن طرب عندي فيه فيديوهات كيخصهم مونتاج. ومع دابا كان عندي الدوره التكوينيه شي شويه كتشد الوقت والخدمه. المهم ما كنساكم ضروري مره مره كنحط ضروري، يعني كونوا يعني في كل اسبوع كنحط تقريبا فيديو، غير خليكم دائما على الموعد، تفعلوا الجرس ديال القناه، فغنبقى ننزل فيديوهات كيف قلت لكم تقريبا كل اسبوع كذلك. بيتما ان شاء الله غادي تكون عندنا قناه وحده اخرى ان شاء الله، هي تكون في صبيب هذه السمعه هذه، وحده تكون مختصه في الدروس ديال المبتدئات والدروس ديال التعليم، وكذلك القناه الاخرى غادي تكون مختصه في لي موديل وفي اللي غادي نديرو فيها ديكوليكسيون. غادي نبقى نشارك معكم بالنسبه للجلبات اللي غنبقى نبيع، وغادي نبقى نشارك معكم بزاف ديال الانشطه بزاف بزاف بخصوص هذا الشيء ديال ديكوليكسيون اللي غنبقى ننزل ان شاء الله. غالبا هذه القناه هي اللي غادي تبقى مختصه في الموديلات وداكشي اللي كيتصوب وداكشي اللي غادي ان شاء الله يكون فيه الجانب ديال البيع بزاف الحويجات وبزاف ديال الانشطه. قناه اخرى غادي نختصوها في التعليم سواء للمبتدئات ولا سواء المحترفات، غيكونوا دروس يعني بشتى الانواع ان شاء الله. فكنتمنى انكم تدعموني ان شاء الله مني غادي نشارك معكم القناه الثانيه ان شاء الله. وبالنسبه الثوره التكوينيه، حنا دابا الحمد لله غادي ندخلوا في الشهر الثاني، ما بقاش ان شاء الله الا القليل، وغادي نتسالى الدوره ونديروا نفتحوا دوره جديده ان شاء الله، غالبا غتكون بين شهر واحد وشهر جوج ان شاء الله، غيكون فيها ورشه جداد شي حويجات مفاجاه غادي تكون ان شاء الله. خليكم دائما مفعلين جرس القناه باش توصلوا كل جديد كل خبر ان شاء الله يا ربي. فما تبخلوش علينا باللي كومونتير ديالكم باللي جيم ديالكم تعليقكم، باش نشوف واش هادشي كيعجبكم، شنو الاراء ديالكم، باش هادشي كيشجعني. نرجعوا دابا للخدمه ان شاء الله. كي كتشوفوا ملي كنسالي بخطره كنبقى نقاد مزيان ونبرك ونتاكد من كل حاجه شاده بمكان ديالها الصحيح، ان من المرمه عفوا المضمه ملي غادي تكمل راه خصها تحزم، يعني كدور، يعني لما كانت شاده مزيان فراه غادي دغيا يتحلوا داك الحجيرات ويبان بيناتهم الفرز ما بين كل حجره وحجره، ضروري من هادشي. والكره دائما مني كنديرها في شي حجره مثالي ضروري داك الخيوط كنجمعهم باش ما ينزلوش داك الخيوط على الحجر يخسروه ليه، ولا على مضمه يبقى داك الخيوط ديال الكوله خايبه على المضمه، حيت الكوله مني كتنشف وتسالي مزيان وتنشف مزيان راه كتعطي اللون ديال الصفوره شويه، وهذا الشيء راه يخسر لكم المضمه ولا اي حاجه كتخدموا بها الكولا كتخسر حتى ولا المضمه. خصك خيوط ضروري نجمعوهم، كتشوفوا هذا هو الملقط البانس اللي كنخدم به باش كنشد داكشي مزيان. وهذا الملقط هذا مزيان مزيان بزاف، علاش كيحط لكم الحجره في المكان يعني الصحيح ديالها خصوصا الحجرات الصغار،
وبلا ما يقاس لك حجرات حدا اخرين. وإن طبعا راكم عارفين كيكونوا شقيقين بحال ما القط العادي يحطوها لك يعني واحد المكان ضيق وما يقيس لكش حجرات حدا اخرين وما يقلب لكش الحجر على وجهها. بزاف الحويجات كنخدموهم بعض الملقط اللي كيكون عندنا الحجرات الصغار، كي كتشوفوا كيكون عندنا حجرات صغار ضروري كنستعن بعض الملقط هذا مزيان عملي بلا قياس. انتم شوفوا الكره من غادي نسالي ضروري نجمع لها الخيوط ديالها بحال الطريقه، يعني كندور باش كنجمع الخيوطه قبل ما ننزل على الخدمه وقبل ما يبطل الخيوط على الخدمه ديالي. صافي نفس داكشي اللي درتو في اليمين غنكرر نديرو في اليسار فقط. كنتمنى ان هاد المنظمه تنال الاعجاب ديالكم وتكون يعني استفدتوا شي حاجه جديده ولو بالقليل. تعطوني رايكم بخصوص ان شاء الله هاد المنظمه هذه ان شاء الله، ولا بغيتوا شي حاجه نشاركها معكم خلوها في التعليق كذلك. وما بقى والو، غادي تكمل هاد المنظمه ان شاء الله بتشوفوا الشكل ديال النهائي كيفاش تخدمات. انتم شوفوا انا شويه مسوسه انتي كنبغي كل حاجه في بلايصها زيد بامتي ولا داكشي، حتى مغيش يعني صافي حجره نازله في نفس البلاصه وصافي، لا كنبغي داكشي يكون يعني بحال غادي يبقى في المتحف، لان ما كاينش اللي يلبسو حسن من الانسان. يعني واحد خصو يصوب شي حاجه يصوبها بواحد النيه واحد الاخلاص بحال يصوبها لنفسه، وباش هكا كالسمعه كتبقى زوينه والصوره ديالك تتبقى دائما. يعني ملي تخدم شي حاجه عندك وحط فيها فليسات ما كيتحش راسو تشمات، وانت كتكوني يعني واخده حلالا ماشي زعما حاسه براسك صافي غير قضيتي له غرض صافي غير في المنظر، ولكن الحاجه دي عادي تصوبيها للدوام ما عندك غرض فيها، المهم غير خصك غير يشوف هكاك معوط النهار الاول وصافي خلصك ويزيد ديك عمرك ما عادي تزيدي القدام حيت ديك الكليان ما يوليش يرجع عندك، وانت دائما ضميرك ما عادش يكون مرتاح صراحه. انا بعدا هكا كنشوف راسي والله يسهل على الجميع ان شاء الله. صافي دابا راني كملت ترصيع الاحجار على هاد المنظمه، خدمت فيها فقط الاحجار، مازال غنخدم معكم واحد المنظمه ان شاء الله تكون مخدومه بالتوبي هكا كزليل كاع كيكونوا يعني محلولين. بزاف الحويجات المنظمه كيمكن نخدموهم، كل مره نشارك معكم حاجه كيف قلت لكم الدروس كاينه تبارك الله ما كاينش شي خدمه كنخدمها الا القليل جدا كنكون مدروكه مزروبه بزاف بزاف ما كنقدرش ندير التصوير، اما راه 90% كل شيء مصور عليكم. كل مرة بقى نحط لكم ان شاء الله كل اسبوع ان شاء الله يكون فيديو ان شاء الله جديد ديال الخدمه والموديلات، وبريتم ان شاء الله نبارطاجي معكم القناه الثانيه باش اللي بغات اي حاجه توصل بها بحول الله وتكبر العائله ديالنا. كي لاحظتوا هذه هي المنظمه ديالنا كيف جات، شوفوا مني جمعت المنظمه شوفوا الحجرات شادين بلايصتهم شادين المكان الصحيح ديالهم، ما طرطقوش الحجر وطار ما حتى شي حاجه ما تحل ما تفرزو في الجناب لا والو، هادشي يسير من خلال داكشي اللي قلت لكم خصكم ديروه ضروري. وسلفينا الجو الصراحه غزلان والصراحه شوا غفسكي كيزيد جماليه بزاف البياس. وهنايا نشارك معكم كذلك كيفاش تحتفظوا بالمنظمه ديالكم يا شوا غفسكي، سواء كانت جديده اولا لبستيها وعاد جيتي تخبعيها ما تخبعيهاش غير هكاك. اول حاجه باش ما يتخبش ليكمش الحجر، ثاني حاجه باش الناس اللي عندهم في شي مدينه فيها لا ميديتي ولا شي حاجه الرطوبه بزاف انه داك الحجر يعني واخا حقيقي يعني شواغوفسكي ولكن حتى هو تيبغي العنايه. فكندير له هكاك السلوفان كندور عليه السلوفان مزيان باش ما كيخليش الهواء داير به وكذلك تحافظ عليه. وفي ما جيت لبسيها تقايها بحال راها جديده، حتى الصم الصم معروف ولا يعني لا الحر يعني واخا الحر راه مع لاميديتي والبروده تقدر تغير اللون ديالو شويه فهمتوني. واحد من احسن خاسر فلوس على شي حاجه تهلا فيها ماشي بقى قديمه عنده ماشي تتكرفص تقول بحال قديمه ويا يلاه صوبه. صافي فيها بس ملي تسالي دير السلوفان موجود راه عندنا في الكوزينه ديالنا غير هو، صافي دوري عليك شويه السلوفان تخبعيها هكا كمعوطه منظمه محتفظه بها. وهذه هي الطريقه ديالي انا بعدا باش كنخدم ضمه سواء لا لدياولي ولا اللي كنخدم الناس كنصحهم بهذه الطريقه هذه. ايوا هذا هو نهايه الفيديو، كنتمنى يكون عجبكم وما تكونش ثقيله عليكم، وان شاء الله نتلاقاو في فيديوهات ودروس جديده بحول الله تعالى. من هنا لتما نقول لكم اعانكم الله وتهلاو في راسكم ولهلي خطكم على تعليقكم اللي كيسول فيا لهلي خطكم كاملين شكرا بزاف. ومالي نقول لكم اعانكم الله والى الملتقى ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.